الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الاسكندريه. معاكم اسماء اسماعيل. معايا ومع حضراتكم النهارده مريم، يعني اللي قلبت وسائل التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعه الماضيه. مريم النهارده معانا وعلى وشها الندم، صح؟ ما كانش قصدها ان هي تنشر الفيديو، ولا كان في دماغها ولا في نيتها اي حاجه. مريم من خلالنا حابه توضح النقطه وحابه ان هي ترجع شغلها. برحب بك يا مريم. كلميني بقى عن في الموضوع من البدايه. هو الموضوع بصي، هو الموضوع ان انا ندمانه على اللي حصل ده، وما كنتش حابه خالص ان ده يحصل، ولا كنت حابه خالص ان انا اطلع ترند، ولا حابه ان انا حد يقعد يتكلم معايا ويقعد يقول لي اللي حصل. انا يومي عادي جدا، ولا حتى من الناس اللي انا بقعد اشير حياتي بقى على النت واحكي حاجات وكده. الفكره كلها ان هو لما انا جالي الخصم الصيغه بتاعه الجواب بس حسستني ان هو الموضوع ممكن يبقى هزار مع صحابي. يعني صيغه كتابه الاقرار بتاع الخصم بالنسبه لي كانت كوميديه شويه. حسيت ان انا لو نزلتها مع زمايلي اللي احنا كنا بيتخصم لنا قبل كده عشان تاخير ولا الكلام ده فهنضحك مش اكتر. لكن ولا كان قصدي ان انا اغلط في الشركه اللي انا شغاله فيها، ولا كان قصدي ان الناس تتضايق من الشركه بتاعتي اللي هو انت بتخصم كذا، او ناس تتريق على رئيس مجلس اداره الشركه بتاعتي. كل ده انا ما كنتش عايزاه، ولا انا اصلا هينفع اتريق على رئيس مجلس اداره الشركه بتاعتي. ولا قصدي ان انا اخالف سياسه شركتي. انا عندي سياسه معينه اللي هو انت يتخصم لك على الغلطات التكنيكال، مش بيتخصم لك على الغلطات التاخير والكلام ده. فالفكره كلها اللي هو انا ما كنتش عايزه ان كل ده يحصل، ولا كنت عايزه ان الموضوع يكبر، ولا كنت عايزه حد يفهم ان انا كنت قصدي اعمل ترند، او قصدي ان انا اصور الباشمهندس بطريقه مش صح عشان اطلع واتريق واتكلم والكلام ده كله. انا ما كنتش عايزه كل ده يحصل. بس في الفكره كلها جت من البدايه بدون اصل. طيب ريم اسالك سؤال. طيب الموضوع كان جه ازاي؟ طب التصوير ده جه ازاي؟ او انت صورتي الفيديو ده ليه؟ فهمينا بقى. بصي، احنا في الشركه في كورسات معينه، فكان من ضمن الكورسات في كورس اسمه ماستر كلاس احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هو بننصح الطلاب الخريجين او الكلام ده عامه، يعني بننصحهم عن حياتك هتبقى عامله ازاي في المستقبل، انت لو محتاج تعمل كذا او تنجح في حاجه معينه. فهو الباشمهندس قال ان انا حابب اصور الموضوع بفريندلي شويه مع طلابي، اللي هو انا مثلا باكل وبصورهم، او مثلا قاعد في مكان وبتصور معاهم، سايق العربيه وبتصور معاهم، فحب انه يبقى الموضوع صاحبكم بيتكلم معاكم. فاحنا عندنا في الشركه بيبقى الكادرات او الحاجات بتاعه التصوير بتخليكي شبه ما انا قاعده دلوقتي بتكلم معاكي، ولو انا بتكلم معاكي كده فانت مش هتلاقي مثلا هعرف ان انا اظبط مثلا ايه التصوير بتاعي. لكن احنا في بره لما طلعنا بره بقيت انا ماسكه مثلا الكاميرا بصور بيها، مفيش بقى اللي هو اظبط الكادر او الكلام ده، بتبقى على حسب المكان اللي انا فيه. فهو راكب العربيه وانا قاعده جنبه، فانا مش عارفه لو طلعت شويه هبقى تصويري غلط، يعني هيبقى ان انا بصور بطريقه انا مش بفهم تصوير كده. لو نزلت تحت شويه هو كان الكرش هيبقى باين شويه، فانا قلت ايه اضحي يعني ابين الكرش بس ما بصورش بطريقه غلط. انا كان في دماغي ان التكنيكال انت لو حد بيفهم في التصوير شافني مصوره الفيديو قطعاه كده هيقول عليا ما بفهمش تصوير. فقلت خلاص هنزل سنة تحت وابين مثلا الكرش شوية مش مشكلة. فما كنتش اعرف ان ده هيعمل لي خصم. فلما نزل الخصم الموضوع في الاول خدته مثلا اللي هو هزرت مع زمايلي وكده، وكلمت المدير قال لي لا هو فعلا انت اتخصم لك يا مريم، علشان خاطر الباشمهندس قال انه نبهك كذا مرة واتضايق جدا لما شاف الفيديو، فانا خصمت لك احسن ما يمشيك وانت قصدك تتريقي على المدير بتاعك واللي انت بتعمليه ده مش صح. فانا اصلا بدات ابقى خايفه ان يوصل للشركه بتاعتي ان هم يجي لهم في دماغهم او كومنتات اللي بتقول انت قصدك ان انت تعملي كده عشان تطلعي ترند. انا اقسم بالله ده لو وصل انا همشي، فهماني؟ ومش عايزه اسيب الشغل بتاعي. بس وانت مش عايزه تسيب الشغل؟ اكيد. طيب مريم،
اقول للمدير لو في اي اجراء انتم محتاجين تاخدوه معايا ماشي، بس ما يكونش الاجراء ده بيقول ان انت يعني ان انا اسيب شغلي. لو مثلا مش انا مش عايزه المرتب، مش عايزه الخصم اللي اتخصم مني، مش عايزاه، بس عايزه الموضوع يعدي، عايزه الموضوع وعايزه ما يتضايقش. يعني انا عايزاه يبقى فاهم ان اكيد انا مش قصدي، هو عارف ان انا بحب شغلي ومش مش مش هيبقى قصدي ان انا اعمل حاجه شبه دي. يعني انا بس انا عايزاكي بس احاول اسالك الاسئله دي ليه، لان الناس مفكره ان انت غفلتي صح. الناس مفكره ان انا مش فاهمه. الناس فاهمه ايه؟ يعني انا الناس بتشتم اللي هو انتوا فاهمين، فاهمين ايه؟ انا مش فاهمه. يعني فاهمين ان انا عملت ايه؟ لا انا كنت بشوف شغلي عادي. هو انا ده في التاسك نزل لي يا مريم انت انزلي صوري مع الباشمهندس بطريقه ان انت هتصوري في العربيه. انا نزلت شفت شغلي اللي هو تمام حاضر، نزلت خدت المعدات بتاعه التصوير، ركبت العربيه، صورت. انا كنت بشوف شغلي تماما ولا يعني دي امانه. فهميني دي امانه. يعني انا مثلا حتى لو عندي سيشن او عندي شغل ونازله صور مثلا معايا ايا كان، ما ينفعش ان انا اخون امانه حد واثق فيا. فانا عمري ما حتى الشركه عندي، انت مجرد ما مسكتي الشغل خلاص انت كده خدتي امانه معينه، سياسه الشغل سياسه معينه، فانت اتامنتي على حاجه. فلو انا هقوم جايه بقى واخده الرئيس يعني كمان رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه، يا ريت مثلا حد تاني، يعني يا ريتني هخون الامانه مثلا مع حد تاني. ممكن وقتها اتكلم مع رئيس مجلس الاداره او اتكلم مع المدير اقول له بعد اذنك انا ما كانش قصدي فيسامحني مثلا او يعديها لي. وهي دي برضو استحاله هتحصل، استحاله هتحصل بس كمثال. لكن اروح اعمل كده مع رئيس مجلس الاداره ده يبقى انا متخلفه، يا اما انا عايزه ابيع شغلي. يعني انا عملت كده عايزه اطلع ترند وعايزه اسيب الشغل وقت. لو انا في نيتي ان انا اصور واغفل مديري عشان خاطر اطلع ترند ده هبل. يعني احنا بنناشد المدير ونطلب منه ان هو يرجعك شغلك، وان هو يسامحك ويفهم ان ده ما كانش بقصدك وان ده غصب عنك. ما عايزاكي برضه تطلبي ده منه من خلالي. هو بصي، هو باشمهندس عبد الرحمن حد محترم جدا، ويعني انا مش حابه ان انا اخسر مكاني في الشغل، ولا حابه ان انا ابقى سبب في اي حاجه تضايق حضرتك. ولو حضرتك شايف ان اشيل البوست دلوقتي انا ما عنديش مانع اشيله، بس الفكره ان انا محتاجه من حضرتك، يا حضرتك توافق ان انا مش عايزه الخصم يرجع، بس يا حضرتك توافق ان الموضوع يعدي وتفهم قصدي وتفهم نيتي. ويعني لو حضرتك حابب ان احنا نتكلم في اي وقت فانا ما عنديش مشكله. مريم بطلو يعني حاول ان احنا نوضح وجهه نظرك اكتر. عارفين ان انت في عينيك الدموع، انا شايفاها وانت من بدري كده عايزه اعيط. انا شايفه ان انت عايزه تخسري شغلك، نيتك ما كانتش فيها حاجه غلط. بس معلش في ناس لسه داخله دلوقتي معانا في اللايف فحابين هم يسمعوا الواقع مره ثانيه. يعني من البدايه ما نزلتي وصورتي وكده بس بتسالي. بصي، هو انا دلوقتي احنا كل يوم في الشركه عندنا بيجي لنا تاسك، تاسكات على حسب كل واحد بيبقى التاسك بتاعه على حسب. انا في اليوم ده جالي تاسك، يا مريم انت دلوقتي هتنزلي تصوري مع باشمهندس عبد الرحمن في العربيه بتاعته. بصي، هو باشمهندس عبد الرحمن كمان قليل قوي ما حد في الشركه بيعرف يتعامل معاه، او قليل قوي ما حد في الشركه اصلا يعني بيتكلم معاه. فانا اصلا اللي هو انا عايزه اصور مع باشمهندس عبد الرحمن تمام. فنزلت صورت، ركبنا العربية. انا الكادر بتاعي انا ما كنتش عارفة ان بصي، هو انا متضايقة جدا ان في كمان ناس بتخش تتريق او بتخش تشتم والكلام ده بجد والله. هو ده بيضايقني قوي. انا مش عارفة هو فعلا لو شاف الكلام ده
او هو لما بيشوفه ممكن يقول ايه. يعني في ناس تاخد الفيديو وتقعد تتريق بس على الكرش. فالمهم انا نزلت وصورت مع الباشمهندس وكده، وبعديها راح جاي خلصت المونتاج بتاع الفيديو وخلصته كله، والكلام كان كويس جدا بتاع الباشمهندس. عارفه ان الكرش باين، بس قلت لنفسي ان هو كلامه حلو قوي، فانا خلاص مش هينفع. عارفه الاحساس مش هيبقى لسه زي ما هو، انت قلت كلمتين الاحساس مش هيبقى هيوصل تاني، فخلاص مش لازم ان انا اقول باشمهندس نعيد الفيديو وتمام وخلصته واترفع. فبعديها هو الباشمهندس كان عايز يراجع على حاجه معينه في الفيديو، جاي راجع لقى كده، فباشمهندس شريف نزل لي خصم. فانا لما اتكلمت معاه قال لي يا مريم انا نزلت لك خصم احسن من ان انا امشيكي خالص، احسن ما انت تمشي خالص من الشركه، لان ده غلط، ده مخالف لسياسه الشركه، وانت عارفه سياسه الشركه من قبل ما تشتغل. فانا قلت لنفسي الحمد لله اللي هو تمام خلاص مشي، انت خصمت لي تمام. بعديها بقى لما انا نزلت البوست، انا لقيت في الاول مثلا جابري اكتب كتير وبتاع، فبصي انا قلت الحمد لله هفك شويه مع صحابي وبتاع والكلام ده والموضوع هيعدي. يعني نمت قمت لقيت الناس بتكلمني وعايزين نصور معاكي وترند، والموضوع بقى كبير والناس بتتكلم. اروح الشغل ما لاقيش تاسكات نازلالي، امبارح اروح الشغل ما لاقيش تاسكات، وزمايلي متقسم عليهم شغل تاني، فاللي هو يعتبر شغلي بيتاخد. فانا اصلا انا بدات احس ان مفيش اجراء عايزين ياخدوه معايا في الشركه، بس بمجرد ما الترند يقف ومجرد ما هيقف خدي فلوسك وامشي. انا حاسه ان ده ممكن اللي يحصل، لان برضو الشركه كبيره وليها بصور معاكي. هو ممكن يكونوا مثلا لو خدوا معايا اي رد فعل ممكن اقول لك مثلا حصل معايا رد الفعل كذا، فالدنيا تتقلب اكتر، فده ممكن يضايقهم. فهم انا حاسه ان هم ساكتين لحد ما بس الموضوع يموت وامشي. فانا مش عايزه اخسر مكاني ولا البوزيشن بتاعي في الشغل، هي دي بس الفكره بالنسبه لي دلوقتي. انا ولا عايزه ارجع خصم ولا عايزه ترند ولا عايزه بوست ولا الكلام ده كله، انا مش عايزه اخسر مكاني في الشغل. ان شاء الله مش هخسر مكاني، احنا معاكي ترجعي الشغل كويس.